السلام عليكم خويا. بالنسبه للثمن ديال الحوت اخويا راه كاين واحد الاثمنه اللي ارتفعت وبزاف هاد الاونه الاخير. هادشي كامل راجع للمازوت، يعني المازوت ملي غلى المازوت غلات شحال من حاجه. الفلوكه ملي كتخرج للبحر كتخرج بالمازوت، باركو الا خرج للبحر كيخرج بالمازوت. يعني كانوا دايرين لهم واحد النسبه اللي هي مزيانه في المازوت، حتى هما زادوا عليهم الحوت ولا كيجي غالي. ودابا بالنسبه لهنا للمدينه ما بقاوش كيبيعوا هنا في المدينه، ولات كتباع كيطلع للسوق يتباع فيه الحوت. هذاك السوق كيطلعوا ثاني واحد الكميه هو اللي كيطلع للسوق ثاني، هذيك السلعه كتزاد. وهادشي كامل اخويا راجع على المازوت، المازوت هو اللي كيدير هاد المشاكل كامله. فكره على الاثمنه اخويا، اثمنه اخويا كاع الحوت بالنسبه للسور راه تزاد فيه اكثر من النص. للسور لميرنا الرايه الكروفيت كل حاجه ولا الثمن ديالها. بالنسبه للكروفيت اخويا راه داير 60 درهم الكيلو، السول 60 درهم، السول كنا كنبيعو غير ب 40 درهم ولا 60 درهم، ميرنا حتى هي كنا كنبيعو بها ب 40 درهم دابا 60 درهم. السرديل اللي كان هاد اليامات كان غالي شويه، ولكن دابا راه هاد واحد السيمانه دابا بعدا واحد شويه 1000 فرانك، بعدا رجع للثمن ديالو العادي اللي هو 1000 فرانك اللي في المتناول ديال اي واحد ياكلو ب 10 درهم، اما راه كان 300 ريال 360 بالنسبه لرمضان. بالنسبه لرمضان دابا ما كاينش رمضان وحنا كنسمعوا هاد الاثمن، اما بالنسبه لرمضان راه ما عرفناش الثمن فين غادي يوصل، ما عرفناش فين غادي يوصل. بالنسبه للحوت، والحوت كتكون عليه الطلب بزاف في رمضان، يعني اي دار اي منزل كتدخل ليه كتلقاه داير الحوت. بالنسبه للمسؤولين اخويا كنبغيهم يديروا واحد النظره في هذا الشيء، راه حيت بزاف بالنسبه للمسكين راه تقهر تقهر وبزاف بزاف كاع كثر من القياس. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.